وزلنا بحجمه ضعف حجم جبل ايفرست، قرب من الارض الايام اللي فاتت وهيبقى في اقرب نقطه للارض يوم 21 ابريل اللي جاي. وزلنا باسمه الرسمي بي 12 بونس بروكس، لكن اسمه اللي اشتهر بيه في وسائل الاعلام مذنب الشيطان الاخضر او مذنب قرون الشيطان. ليه المذنب ده خد شهره الايام اللي فاتت، وخاصه في ظل اللغط الكبير اللي حاصل على السوشيال ميديا بخصوص الكسوف الكلي للشمس اللي هيحصل في نهايه شهر رمضان، وبالتحديد يوم رؤيه هلال العيد 8 ابريل الجاري؟ هل في علاقه بين الكسوف الكلي للشمس وظهور مذنب الشيطان الاخضر؟ وليه هيظهر في وضح النهار لحظه الكسوف؟ هل فعلا هنقدر نشوفه بالعين المجرده؟ وايه الاساطير اللي بيقولوها على مذنب قرن الشيطان ده؟ وازاي تقدر تستغل الحدث ده وتشوفه بالعين المجرده، او الافضل طبعا بمنظار صغير او تلسكوب صغير؟ وفين في السماء تقدر تشوفه؟ وليه دي فرصه مش هتتكرر تاني الا في سنه 2095؟ علينا وعليكم بخير بقى. تعالوا نتعرف مع بعض على القصه ديت في حلقه جديده من عاجل انفوسفير غلاف معلوماتي. هل كل صخرة في الفضاء بنشوفها نقدر نقول عليها مذنب؟ ايه الفرق اصلا بين المذنبات والشهب والنيازك والكويكبات؟ ولا كلها مسميات لجرم سماوي واحد؟ وباختصار الكويكبات دي سكور فضائية احجامها مختلفة، جاية من حزام الكويكبات الموجود بين كوكب المريخ والمشتري. عادة ما بتحصل اضطرابات في مدارات الكويكبات دي، فبتتحرك ناحية الشمس بفعل جاذبيتها الكبيرة. وطالما هتبدأ تتحرك للشمس يبقى هتقابل الارض او مدار الارض في طريقها. علشان كده زمان حصلت اصطدامات للكويكبات دي بالارض في الاعمار السحيقه الماضيه. اما المذنبات كوميتس زي المذنب بطل قصتنا النهارده، فهي اجسام شبيهه بالكويكبات، صخور فضائيه برضو بس نسبه الجليد والميه وغازات الميثان والامونيا بتكون اكبر فيها. بس هي جايه منين؟ بيقول لك المذنبات نوعين. المذنبات طويله العمر اللي بتيجي من سحابه اورت على اطراف المجموعه الشمسيه، بتاخد اكتر من 200 سنه وطالع علشان تكمل دوره واحده حوالين الشمس. ومذنبات تانية بتدور حوالين الشمس في مده اقل من 200 سنه، جايه من حزام كايبر. المهم المذنبات دي لما بتقرب من الشمس الجليد اللي فيها بيتسامى او بيدوب، يعني بيتحول على طول من الحاله الصلبه للحاله الغازيه، وبيتبخر في السماء فبيعمل للمذنب كده شكل الذؤابه، الديل اللي بيكون في نهايه المذنب وهو ماشي ناحيه الشمس. النيازك دي بقى عباره عن حطام من الصخور، ممكن تكون قد حبه الرمل او صخره كبيره تقريبا ممكن توصل لكيلومتر. لما بتخترق الصخره دي الغلاف الجوي للارض بتتبخر او بتتحرق. اللي بيعدي منها شويه ونقدر نشوفه يبقى شهاب. الشهاب ده هو الوميض اللي جاي من احتراق النيازك. لو النيزك ده قدر يعدي الغلاف الجوي ويقع على الارض حتى لو ولع كده ونور في السماء يبقى نيزك مش شهاب. فالشهب بتحترق وما بتوصلش لسطح الارض. المذنب بطل قصتنا النهارده بي 12 بونس بروكس هو مذنب من نوع هالي، يعني مذنبات قصيره العمر في دورانها حوالين الشمس. النوع ده نقدر نشوفه على الاقل مره واحده في العمر لاصحاب الاعمار الكبيره، بيدور وبيمر بالقرب من كوكب الارض مره كل 71 سنه، وليه نواه يبلغ حجمها 30 كيلومتر. تخيل حجم الصخره دي قد ايه. في 12 يوليو سنه 1812 كان عالم الفلك الفرنسي جون لوي بون كان قاعد بيرصد بالليل بتلسكوبه الصغير اللي سماه جون شيرشير الباحث العظيم. كان التلسكوب بتاعه ساعتها جبار بالنسبة للتلسكوبات التانية في عصره. اكتشف أثناء الرصد جسم خافت لكن ملوش ديل زي المذنبات، افتكروا في الأول ان هو كويكب. المهم وبعد شهر من الرصد سطع المذنب وبقى ليه ديل من الغبار والغاز لدرجة انه قدر يشوفه بالعين المجردة. ما كانش ساعتها بقى الأضواء الليلية الكبيرة اللي احنا عايشين فيها، كانت الأرض أقرب للطبيعة من أيامنا دي. بونس ده هو صاحب الرقم القياسي في اكتشاف المذنبات. الراجل ده اكتشف 37 مذنب، هو الصائد الاول للمذنبات. وفي 15 اغسطس من نفس السنه بقى المذنب ده ساطع جدا ووصل للقدر الظاهري رقم 4. احنا نقدر نشوف الاجسام الفلكيه المنوره من رقم 6 ونازل، فده يا دوب المذنب ده ظاهر. لغايه ما جت سنه 1883 وبالتحديد في 2 سبتمبر لما اكتشف عالم فلك بريطاني مشهور اياميها اسمه ويليام بروكس اللي اكتشف المذنب ده مره تانية. كان فاكر انه مذنب جديد هيسجله باسمه ويسابق غريمه بطل المذنبات الفرنسي اللي اتكلمنا عليه من شويه بونس. اصل بروكس اكتشف 27 مذنب، فاضل له 10 مذنبات ويحصل الرقم اللي عمله بونس. لكن للاسف يا عيني بعد ما تعب شهور في الرصد ضلع المذنب الجديد مش جديد ولا حاجه، ده هو نفس المذنب اللي اكتشفه بونس. علشان كده المذنب اتسمى باسم الاثنين، ودي حاجه عجيبه الصراحه.
علم الفلك دايما مايل ناحية الامريكان والانجليز، علشان كده اسم المذنب ده بي 12 بونس بروكس. هتقول لي امال رقم 12 بيشير لايه؟ هقول لك ده بيشير لان المذنب ده رقم 12 اللي قدرنا نحدد ليه فتره مداريه دقيقه زي مذنب هالي اللي اخذ رقم 1. لكن الاغرب اللي تم اكتشافه حديثا ان المذنب ده ممكن ما يكونش اكتشفه بروكس الامريكاني من اصل انجليزي ولا حتى الفرنسي بونس، لان بالرجوع للسجلات القديمه تبين ان عالم فلك ايطالي مش معروف ذكره في سنة 1457، وطلع كمان باحثين صينيين قالوا لا يا عم احنا اللي اكتشفناه وموجود اهو في سجلاتنا القديمة لفلك صيني ذكره في القرن ال 13 بالتحديد سنة 1385. ايا ما كان المكتشف، اصبح للمذنب قرن الشيطان ده سجل تاريخي موثق قدر يحدد زياراته لينا عبر السنين. وفي مايو 1954 زار المذنب الارض، وهو جه بعدها بسبعين سنة تقريبا بيزورنا تاني من جديد. المذنب ده مشهور جدا بسبب حاجة غريبة بتحصل جواه. هو ليه صحيح اتسمى واتشهر باسم مذنب الشيطان الأخضر أو حتى مذنب قرن الشيطان؟ زي كتير من المذنبات التانية، مذنب قرن الشيطان ده بيتكون من الجليد والغبار ومواد صخرية تانية، ولما بيقرب من الشمس في رحلته الفضائية العجيبة حرارة الشمس بتدوب الجليد والغبار، فبنلاقي كده سحابة ماشية ورا المذنب زي ديلو، علشان كده بيسطع وينور ونقدر نشوفه. المذنبات عزيزي المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة، جبال جليدية كونية قديمة عمرها حوالي 4.6 مليار سنة، يعني تشكلت في نفس الوقت اللي تشكلت فيه الشمس والأرض والكواكب التانية. تفاعلات الجاذبية اللي بتحصل بسبب الشمس بتقذفها من مدارتها اللي ورا كوكب نبتون وتخليها تسافر عبر الفضاء وتدور حوالين الشمس وتقرب منها. بيعتقد بعض العلماء ان المذنبات والكويكبات مسؤولة عن جزء صغير من المية اللي موجودة على كوكب الارض، بل ومسؤولة عن الخزانات الجليدية الموجودة في الحفر القمرية اللي تشكلت بسبب ضربات الكويكبات والمذنبات لسطح القمر. السمة اللي بتميز المذنبات هي الديل، وبالتحديد كل مذنب تقريبا ليه ديلين، ديل من الغبار وديل تاني من الايونات او البلازما، ومش بيظهر الديل ده الا لما تقرب المذنبات من الشمس. بيتأين الغاز والجليد اللي موجود في سطحها بسبب اشعة الشمس الفوق بنفسجية والرياح الشمسية العاتية، وبيتم دفع السحابة دي بعيد عن المذنب وبيتشكل الديل. ديول المذنبات دي من الغبار والغاز هي اللي بتشكل مطر سماوي بيحصل على الارض من الشهب والنيازك وبقايا الحطام بتاع المذنب لما بتمر الارض في مدارها وبتصطدم ببقايا السحابة دي الخاصة بالمذنب. اللي عمله مذنب قرن الشيطان حاجة عجيبة الصراحة. حصل على المذنب ده انفجارات وسطوع عالي اكتر من مرة خلال الشهور اللي فاتت، اخرها كان من ايام، لدرجة ان في يوليو اللي فات 2023 سطع المذنب سطوع عالي جدا يفوق سطوعه الطبيعي 100 مرة، وكبر ديله وعمل شكل حدوت الحصان او قرن الشيطان. الصورة دي التقطها احد الفلكيين بتلسكوب كبير لانفجار وسطوع المذنب في 14 نوفمبر اللي فات 2023. طب ايه سبب الانفجارات دي؟ ريتشارد مايلز من الجمعية الفلكية البريطانية بيقول ان مذنب قرن الشيطان ده واحد من ضمن 10 الى 20 مذنب معروفين بان عليهم براكين، زي ما بقولك كده براكين، بس مش زي البراكين المولعة عندنا هنا في الارض مثلا، انما براكين جليدية نشطة جدا، خليط بارد من الهيدروكربونات في حالتها السائلة، وانها متحصرة جوه نواة المذنب في شقوق من الشمع. بتنفجر الشقوق دي كل فترة وبتقذف مواد بتطير في الفضاء بسبب اشعاع الشمس وبتنور كده وتسطع، علشان كده اطلق بعض العلماء على المذنب ده اسم المذنب البركاني البارد. مش عارف ايه حكاية الاسماء مع المذنب ده الصراحة، متبهدل بين الناس في المسميات، ما هو اصله مذنب غريب عايز يتشير في السوشيال ميديا ويلفت الانظار، اشي قرن الشيطان، الشيطان الاخضر، المذنب البركاني البارد. المهم طيب امال ليه سموه مذنب الشيطان الاخضر؟ جه منين اللون الاخضر ده؟ دكتور روبرت ماسي هو معاهم برضه في الجمعيه الفلكيه الملكيه البريطانيه، قال لما شاف الصور الغريبه للمذنب ده انه بيحتوي على جزيء اسمه ديكربون، الجزيء اللي بيمتص اشعه الشمس وبيرجع بعض الاشعه باللون الاخضر، وده اللي بيدي للمذنب ده السمه الخضراء اللي بيتميز بيها. والسمه الثانيه اللي بيتميز بيها المذنب ده القرون اللي حضرتك شايفها في الصور اللي تم التقاطها من التلسكوبات الكبيرة، وده بيرجح الرأي اللي بيقول انه مذنب بركاني بارد، وان في منطقة في سطح المذنب مقفولة مش بيطلع منها الغبار والغاز، ودي اللي بتديله المظهر الداكن اللي في النص، وتأثير الظل ده بيخلينا نشوف قرون زي قرون الشيطان كده. طبعا الموضوع مش مرعب
يعني دي تخيلات من الفلكيين اللي بيحبوا يدوا للموضوعات دي كده تصاوير فنية، زي ما بحب أعمل معكم كده هنا في القناة علشان نستمتع بالمناظر دي، مش رعب يعني. المذنبات القريبة من الأرض نادرة جدا عكس الكويكبات. احنا عندنا 35 ألف كويكب قريب، لكن عندنا بس 122 مذنب. هيوصل المذنب بطل حلقتنا النهاردة لأقرب نقطة للأرض في يونيو اللي جاي 2024، لكن للأسف هتكون رؤيته صعبة جدا إلا في نصف الكرة الجنوبي. وبالرغم من كده فأفضل رؤية هتكون الشهر ده أبريل، هيكون المذنب متاح للرؤية بعد الغروب مباشرة، والمدة مش طويلة للأسف. الصورة اللي شايفها قدامك دلوقتي اللي التقطت للمذنب في 5 مارس اللي فات عبارة عن 5 صور في وقت تعريض استمر 120 ثانية لأحد التلسكوبات بإيطاليا. صورة مهمة جدا لأنها وضحت المذنب الأخضر، ومن فوق كده هتلاحظ مجرة المرأة المسلسلة أندروميدا. علشان تقدر تشوف المذنب محتاج أكيد لمنظار أو تلسكوب صغير، صعب جدا انك ترصده بالعين المجرده. افضل وقت للرؤيه تقريبا بعد الغروب ب 45 دقيقه، بس للاسف مش هيكون معاك وقت كافي تقدر تشوفه بيها قبل ما يغرب هو الاخر بعد الشمس بساعتين. هتبص كده ناحيه الغرب، بس ميل ناحيه الشمال الغربي شويه، وتستخدم تطبيقات رصد السماء وتبحث عنه في كوكبه الحمل اريس، هتلاقيها تحت كوكب المشتري لو قدرت تشوفه كده على اليمين. يعني الكوكبه دي في الرصد هتلاقيها جنب المشتري على اليمين من تحت، اقرب للافق من المشتري. اذا كان كده المشتري هو فوق فهي تحته كده بشويه، يعني هي بتغرب قبل كوكب المشتري. طبعا مش هتقدر تشوفه بالعين المجرده لكن بالمنظار. لمعانه 7 وشويه، يعني مستحيل تشوفه بعينك، والنهارده اول ابريل. تاني يوم ممكن يكون اللمعان افضل علشان تقدر تشوفه، بس برضه بالمنظار لان لمعانه هيوصل 6.4، واحنا اتفقنا في بدايه الفيديو اننا مش بنشوف الا من 6 ونازل. يوم الخميس 4 ابريل هتقدر تشوفه في سماء صافيه وافق مفتوح بلمعان 5، وكل يوم عن يوم هتلاقي لمعانه بيزيد فتقدر تشوفه اكتر، كمان بيقرب كل يوم عن يوم تاني من كوكب المشتري. ما تحاولش، حاول تشوفه باي اداه غير عينك المجرده. حاولت كتير قبل كده في مذنبات تانية وفشلت، وخاصة في اللمعان الضعيف ده والأجواء الغير مناسبة اللي احنا بنعيشها. طبعا الكسوف الشمسي للأسف مش هيحصل عندنا هنا في بلادنا العربية، لكن أصدقائنا اللي بيتابعونا من أمريكا وهم كتير هنا في القناة ممكن يكون في فرصة ليهم وقت الكسوف الشمسي وخفوت نور الشمس في عز النهار انهم ممكن يرصدوا، يعني ولو بشكل مثلا بسيط جدا يعني او مستبعد، لكن ممكن يرصدوا المذنب بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها ان هو جنب كوكب المشتري او تحته شوية واقرب للافق. وزي ما قلت يوم 8 ابريل اللي هو يوم الكسوف الشمسي هيكون المذنب على بعد 25 درجة من الشمس، مسافة كافية انك تشوفه، وهيكون قريب من كوكب المشتري زي ما قلنا من شوية في الشمال الغربي من منطقة الرصد بتاعتك. هيوصل لمعان تقريبا 4.5، بالمنظار هتشوفه. لو ما شفتوش دلوقتي استنى بقى لغايه سنه 2095 علينا وعليك بخير. هيوصل المذنب لاقرب نقطه للشمس في 21 ابريل، وبالتالي من بعدها مش هيظهر في النص الشمالي في الكره الارضيه بعد غروب الشمس. اخواتنا بقى في النص الجنوبي هيكملوا مهمه الرصد لانه هيكون تحت الافق بالنسبه لنا. طبعا الفرصه الاكبر انه تحصل مفاجاه ويحصل انفجار على المذنب. السطوع العالي المفاجئ اللي اتكلمنا عنه من شويه، ومن هنا يزيد لمعانه فنقدر نشوفه بالعين المجردة. عامة حتى لو ما شفتش المذنب فتجربة حلوة قوي انك تعرف تحدد مكانه في السماء، واكيد الجماعة اللي بيصوروا ويرصدوا هيبعتوا لنا بقى صور جميلة للقصة دي هشاركها معاكم هنا على المنتدى في القناة. انا مستني اشوف صور للمذنب وقت الكسوف الشمسي، هتبقى حاجة عظمة الصراحة. المذنبات مش جميلة وبس في مناظرها الخلابة، انما بتتيح لينا وللعلماء والباحثين في المقام الاول انهم يدرسوا اللبنات الاساسية للنظام الشمسي. هيسافر مذنب قرن الشيطان في رحلة العودة لموطنه الأصلي خلف مدار كوكب نبتون، ومش هيرجع تاني علشان يكون قريب من الأرض إلا في صيف سنة 2095. بتقول لنا المذنبات دي إن حياتنا وأعمارنا إحنا البني أدمين كأنها رمشة عين في الفضاء، ثانية محدودة بتسافر فيها المذنبات وترجع، وبتنبهنا الملاحظات الفلكية العجيبة دي لعظمة الخلق ودقة صنعه، وإن الأجرام دي كل في فلك يسبحون. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش الدعم يا جماعة، الشير والاشتراك في القناة، شيروا الحلقة كده لأصحابكم وأهلكم عشان يشوفوا ويتابعوا معانا قصة المذنب دي، وممكن حد يمكن يعني يكون عنده تلسكوب أو منظار يقدر يرصد بيه ويبعت لنا الصور. واللايك الجميل صديق العزيز قبل ما تطلع،
ولو حابين تدعموا فريق القناة فزرار القلب موجود تحت، واكيد هنقول لكم شكرا. وعلى وعد ان شاء الله بلقاء جديد في انفوسفير ولف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمسلي، سلام عليكم.